انا في عندي 5 controlled variables وخمس manipulated variables. الكنترول variables شو الاشياء اللي بدي اتحكم فيها؟ واضح بثني اكس دي واكس بي مش هيك؟ اذا الكومبوزيشن للدستلت اكس دي والثانيه الكومبوزيشن اوف بوتومز اكس بي ثلاثه Pressure. Flow rate. تمام. هلا الفلو ريت راح يكون عندنا ايش حاطينه احنا الفلو ريت؟ حاطينه هون manipulated variable. حتى احقق هذوك الخمسة راح اتحكم فيهم. هذول الاثنين راح ناخذهم control variables. ارتفاع الفلويد في هذا التانك وارتفاع الفلويد في هذا التانك بدي اتحكم فيهم. هلا هذا بكون ليش اخترنا هذول؟ هذا بصير من خبرة أكثر بالبروسس. احنا ما عندنا خبره كثيره في البروسس. اللي عنده خبره احسن بالبروسس بيقدر يفسر لي ليش مثلا اهم من يتحكم مهم من يتحكم بهدول هم الفيربلز اوصل الارتفاع اتش دي لقيمه معينه. ولاحظوا طبعا كل الخمسه هدول ايش لازم يكون عليهم؟ لازم يكون عليهم سنسرز، لازم يكون انا بقيسهم. فعندي هي ليفل ترانسميتر هون هي 1، ليفل ترانسميتر هي 2، البريشر ترانسميتر هي 3، وبعدين عندي انالايزر ترانسميتر وانالايزر ترانسميتر. كل الخمسه هذول عليهم سنسرز او ترانسديوسرز. فاذا عندي هون ليفل اوف ديستلت في التانك، ريفلوكس تانك، هذا نحطه بي هون، ليفل اوف ديستلت ان تانك وهذا اسمه اتش دي، وليفل اوف بوتومز ان كولوم، ما لهوش تانك خاص فيه، هو بنفس الكولوم الرئيسي. اذا هون خمسه ليفل اوف بوتومز ان كولوم اتش. هذول الخمسه هذول راح يكونوا هم البروسيس فيربلز اللي احنا راح نتحكم فيهم، هم الكنترول فيربلز الخمسه، كل واحد منهم له سنسر. هذول هم الخمسة اللي حتحكم فيهم.